السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من حلقات موقع محترف البرمجة. اليوم سنتطرق إلى طريقة تسطيب برنامج وامب سيرفر الذي يساعد في صناعة المواقع والذي يسهل لنا وضع سيرفر من نوع أباتش من أجل استعمال لغة البرمجة PHP. لذلك سنحتاج إلى البرنامج الذي سيكون الرابط تحت الفيديو. أول شيء نضغط على البرنامج. هذه مراحل تسطيب البرنامج. هنا نجد نوع فيرسيون ديال أباتش 2.2 MySQL من أجل لاباز دو دوني PHP ماي أدمين من أجل التحكم في لا باز دوني. سو اي اكسبت. هنا سيكون ملف الذي يوضع به جميع مكونات وامب سيرفر. وسنجد ايضا ملف www الذي سيكون به جميع المواقع التي سوف ننشئها. هنا create quick launch icon. إذا أردنا أن نضع أيقونة البرنامج في البيرو desktop icon in quick launch لا desktop icon yes install. هنا سنرى الانستالاسيون ديال البرنامج. PHP 5 هنا سيريد أن نحدد له explorer.exe وهو دائما موجود في c.windows أو c.windows ونختار explorer.exe. نرى هنا أنه وضع الأيقونة وهنا يطلب منا أن نترك له الحق في التحكم من أجل بارفو ديال نكون أوتوريزي. نضغط على أوتوريزي لاكسي. هنا نحدد إذا كنا نريد أن نستعمل SMTP سيرفر من أجل إرسال الفانكشن ميل من أجل إرسال الرسائل إيميلات وغير ذلك. إذا كان لدينا سيرفر خاص بنا ستكون لدينا SMTP. أو إذا أردنا استعمال سيرفر من نوع هوت ميل أو ياهو أو ذلك يجب أن نطلب ذلك من سيرفر أو من ياهو من مقدم الخدمة. وهنا الإيميل الذي نريد. إذا كنا سوف نستعمله نترك كما هي. وهنا سوف نجد completing the warm server to setup weather. الانستالاسيون صافي هنا سهلات. هنا ندير launch warm server now. هنايا غيطلب منا عاوتاني باش نكسبتيو. غنوريكم اون اوتر فيديو كيفاش نحيدو هاد الميساج اللي كيبقى يطلع لينا شاك فوا ملي كنبغيو نانستالو شي حاجة ولا نحلو شي بروغرام باقي مبغاش. هنا كنلقاو ليكون ديال الوامب سيرفر. ضغط على الفأرة في اليسار ليس في اليمين في اليسار يعطينا هذا المنيو. وهنا نجد أن start all service stop all service restart all service. هذه إذا كان غير مشغلة جميع سيرفيسات للبرنامج يجب أن نضع restart إلى لكي لا نواجه مشاكل. All start all service إذا كان شي واحد ما خدامش. هنا نجد local host. إذا ضغطنا على local host سيذهب بنا إلى الملف الذي تكلمت لكم عنه وهو سي. نذهب إلى سي وين وامب. وهنا نجد الملف أو الدوسي اللي قلت لكم عليه دوفي دوفي. هنا نضع جميع المواقع التي سنصنع بالبرنامج. وهنا نرى الاكستنسيون ديال البرنامج ديال بي اتش بي وداكشي. هنا الفيرسيون ديال بي اتش بي اللي معاه 5.3.5.
هنا الفيرسيون ديال اباتش ديالو. هنا الا بغينا ال بي اش بي ماي ادمين من اجل على قبل لا باز دو دوني نتحكموا فيها. هنا غيعطينا لا باز دو دوني حتى لا انستاليناها. بغينا نكريو اون باز دو دوني هنا كنجيو كيبين لك كاع لي باز دو دوني اللي عندنا. بغينا نكريو باز دو دوني غادي نديرو هنايا باز دو دوني سميه ديالها ونديرو كري. كيكريو هنا لا باز موراها هنا غادي نطرقوا لهادشي ديال لا باز دو دوني و لي طابل و لي روكيت اس كيو ال داكشي كامل غنطرقوا ليه في حلقه اخرى ان شاء الله. ونرى ايضا ماي اس كيو ال فيرسيون 5.5 سيرفيس الا كنا باغيين نحبسوه ولا كنا باغيين باغ اكزومبل خدامين في لا اس بي دوت نت ما غاديش يمكن لنا نخدمو فيهم بجوج يعني كنوقفو واحد ونخدمو بالاخر. لذلك هذا هو اذا اردنا ان نذهب مباشرة الى الملف سي وامب دوفي 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 ما علينا الا الضغط على ايقونة دوفي دوفي دايركتوري. هنا يذهب بنا الى الملف. مثلا سوف نضع ملف جديد سيت ويب 1. سوف اذهب الى الى لوكال هوست سنرى بانه هو بروجي ديالنا غادي نديروه. اذا وضعنا ملفا او شيئا من هذا القبيل في هنا سوف نصنع باج ويب نظهر index.php extension نكتب على النوتباد. سوف تكون مثلا اذا ذهبنا الى لوكال هوست وضغطنا على سيت ويب 1 سوف يظهر لي الباج اللي صوبنا دابا او الصفحه التي انشاناها. و سوف نتطرق هذه اول حلقه في حلقات البرمجه من اجل صناعه مواقع بال بي اش بي وباز دوني. إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. في أمان الله.